تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع على الطريق الدائري، والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة. كما تفقد سيادته أعمال تطوير طريق الأوتوستراد بداية من أسفل كوبري مطار القاهرة حتى كوبري المشير أبو غزالة. وقد تابع السيد الرئيس مع السادة المسؤولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشددا سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكباري الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمني المستقبلي. سيادتك فندم، شرفنا هنا فندم في محور شينزو آبي اللي رابط بين محور الشهيد وحتى القاهرة الجديدة بطول 15 كيلومتر. الحالة الأولى يا فندم تم تنفيذها بنسبة 100% من محور الشهيد وحتى صواني جاردينيا. المرحلة الثانية يا فندم سيادتك مشرفنا فيها يا فندم بطول 5 كيلومتر من صواني جاردينيا وحتى محور نجيب محفوظ بالقاهرة الجديدة بطول 5 كيلومتر. أعمال الصناعية يا فندم فيها 7 كباري في المحور كله يا فندم و5 أنفاق و3 كوبري مشال. أكيد محمد مصطفى يا فندم لاستكمال أعمال عرض الإنشاءات يا فندم. يا فندم الحمد لله خلصنا اعمال الصناعيه بالكامل في المرحله الاولى حتى ربطه بمحور بصناعيه جاردينيا، وجري اعمال المرحله الثانيه يا فندم اللي هي بطول 5 كيلو، هي 5 انفاق وكوبري اللي هو فندم اللي سيادتك مشرفنا عليه. الكوبري ده بيربط المحور بمناطق القاهره الجديده عبورا بالطريق الدائري. الكوبري ده يا فندم بعرض 4 حاره مروريه في كل اتجاه بالاضافه للوبات ورمبات 3 حاره مروريه في كل اتجاه، بيحقق يا فندم 9 حركات مروريه، بيخدم القادم من محور شينزو آبي وصولا لمنطقة القاهرة الجديدة وجميع مناطق الدائري، وبيخدم القادم من الدائري من المعادي أو من طريق السويس، والقادم من الوصول لمناطق القاهرة الجديدة ولمحور شينزو آبي. الكوبري يا فندم إجمالي طول الكوبري يا فندم كيلو و300 بالإضافة ل 600 متر لوبات ورمبات. كان الكوبري ده يا فندم ليه طبيعة عمل خاصة نتيجة إن إحنا كنا بنحفر حفرنا 240 خازوق في تربة صخرية شديدة التماسك، كان وصل إجهادات الكسر فيها ل 600 كيلو. الحمد لله فندم عدينا بيها بسلام، نفذنا فيه فوق ال 41 قاعدة وعمود وفريم، ونفذنا 200 كاميرا، رفعنا 200 كاميرا خرسانية بري كاست يا فندم، كان وزن الكاميرا بيصل ل 110 ل 130 طن. الحمد لله فندم الاعمال بالكامل تمت، الاعمال الخرسانيه نسبه 100% وطلعنا اسفلت من الرمبات. جاري دلوقتي يا فندم تنفيذ اعمال الباكيه المعدنيه اللي بتربط الكوبري او المحور يا فندم بالكامل بطريق الدائري. الباكيه دي يا فندم زي ما سيادتك شايف هي باجمالي 12 كاميرا، اجمالي وزنها 900 طن، الكاميرا الواحده يا فندم بيصل وزنها الى 65 طن، بيتم رفعها بونش يا فندم 400 طن زي ما سيادتك شايف، واجمالي عدد 120 كاميرا عرضيه بتربطها ب 15,000 مسمار. بنحقق يا فندم اختبارات للمسامير ديت وتجميع وحشو الجميع المسامير يا فندم، بالاضافه الى فندم اعمال التعزيم بتتم بالتتابع، وهنبدا نرفع صاج على الباكيه ونرفع اعمال الحديد المسلح وصب البلاطات باذن الله على خير يا فندم. تم التنسيق يا فندم مع الاداره العامه للمرور، وبصراحه يا فندم سهلت لنا جدا ان احنا عملنا توسعه للطرق الخدمه على الطريق الدائري عشان اقدر احقق حركه المرور، احول حركه المرور يا فندم على الطريق الداعم، واقفل الطريق الدائري فتره رفع الكمر لتامين مرحله رفع الكمر يا فندم وتامين المواطنين يا فندم اثناء السير. والحمد لله يا فندم يعني تحويله محققه سيوله مروريه ومفيش اي اختناق، وباذن الله يا فندم نخلص على خير ان شاء الله يا فندم ان شاء الله باذن الله. بص يا محمد، انا عندي ملحوظه صغيره قوي هنا الناس اللي ماشيه كده دول قدام اهو، الراجل قدام اهو ده اهو، موضوع امان الناس طبعا لو وقعوا من هنا مش حي طبعا. طب ليه نخسره يعني؟ تمام سيادتك، احنا خلص امتى؟ باذن الله يا فندم احنا ضاغطين الخطه باذن الله بنهايه شهر 9 يا فندم نكون شغالين الكوبري باذن الله. باذن الله خالص باللوبات بكله باذن الله يا فندم باذن الله يا فندم. طب والتاني اللي عند وزاره الداخليه؟ وزاره الداخليه يا فندم احنا بدانا فيه، كان فيه بعض التنسيقات مع الوزاره، ان شاء الله يا فندم يعني هو داخل في شهر 10 وان شاء الله نضغط باذن الله يا فندم 10 ايام يكون المحور ده شغال، المحور جنس الحمد لله يا فندم احنا بفضل الله خلصنا جميع الخرسانات بقى يا فندم، الباكيه المعدنيه اللي كانت فوق كوبري المونوريل الحمد لله يا فندم اترفعت، وبتم تجميع المسامير بتاعتها والتعزيم والكورسات بحيث ان انا اصب بلاطتها يوم السبت، وان شاء الله يا فندم اسبوع من النهارده واكون يا فندم باذن الله طلع لي اسفلت باذن الله يا فندم 10 ايام يكون المحور ده شغال، المحور جانب السد. شكرا محمد، خلي بالك اوامر سيادتك يا فندم. شكرا. كما تفقد سيادته استكمال سير الربط للطريق الدائري وامتداد محور شينزو ابي، والذي يتكون من 6 اعمال صناعيه، 5 انفاق وكوبري علوي للسيارات.
المسار اللي سيادتك مشرفنا عليه امتداد محور شينزو ابي لربط محور شينزو ابي من محور الشهيد حتى مرورا بالدائري للقاهره الجديده يا فندم. الامتداد ده سيادتك عباره عن 6 عمل صناعي كوبري سيارات وخمس انفاق. الموقف التنفيذي يا فندم للخمس انفاق في نفقين سيادتك عديت من عليهم دلوقتي تم نهوا اعمالهم. النفق اللي ورانا ده النفق رقم 3 يا فندم، ده بيترفع اعمال القمر بتاعته واعمال البلاطه العلويه بتاعته. النفق الرابع يا فندم ان شاء الله بنجهز لرفع القمر بتاعه باكر ان شاء الله. النفق الخامس والاخير يا فندم ده تم نهوا اعمال رفع القمر وان شاء الله هنبدا في احداث البلاطه بتاعته ان شاء الله النهارده. احنا نخلص ده كله مع الكوب ان شاء الله، نخلص اخر شهر 9 اللي احنا فيه ده ان شاء الله يا فندم. شكرا. العفو.